ومثل ما تعودنا بكل حلقة رح نبدأ أول فقرة بلقاء، وبيستمر لقائنا مع النجمة المتميزة داليدا خليل يلي تركت بصمة بعالم الفن والغناء والاستعراض، لهيك خليكم معنا. صرحت الفنانة داليدا خليل مسبقاً برغبتها بالعمل إلى جانب الفنان قصي خولي، وتحققت هالرغبة لما لعبت كضيفة شرف بدور بمسلسل بارانويا. أما فيما بعد فصرحت برغبتها بالعمل مع الفنان يوسف الخال، وكمان حققت هالرغبة بمسلسل بيوت من ورق. حبينا نعرف أكثر عن هالتجربة، ومين يا ترى من الفنانين العرب تختار داليدا خليل ليشاركها ثنائية بطولية بأدوار الجاية؟ دايما كنت اقول وقتب بدي اسمي نجم من سوريا قال لهم نجم قصي، لانه في هيك في معزه خاصه بحبه كثير لهيدا الحال، يعني بحبه كثير لقصي، بلاقيه حدا كثير موهوب معطاء زميله بيساعد ومعنويا يعني بيعطي الماكسيموم لاصحابه وزملائه، مشان هيك دايما اقول. وصارت الفرصه بمسلسل بارانويا، انه اذا قصدك حققت كل احلامي، لا هلا رح ارجع احلم من اول وجديد. يعني ما في شيء معين، ما في حدا معين، لانه بعرف بعد كل هالتجارب انه حد مين ما اكون وقدام مين ما اكون، بعرف انه رح تكون كومبينيشن حلوه اذا في نص جيد. لكل فنان مصدر إلهام، عرفنا من الفنانة داليدا خليل مين الفنانة يلي بتحب إنها تجسد سيرة حياتها، وليش اختارت هالفنانة حصرياً؟ خلينا نعرف. لك أنا بعرف من أنا وصغيرة أنه أهلي سموني داليدا على اسم الراحلة داليدا، وبحب لها كتير أغانيها، وبعرف أنه هي حدا استعراضي ومثلت ويعني برعت بكتير مجالات وعرفت، ف يعني ممكن جسد هيك شخصية، مع أنه بعرف أنه بعيدة خصوصي بهيدي الفترة أنه حدا يكتب لداليدا أو حدا يجسد داليدا، بس أنه يعني من الأشخاص اللي ببالي. بتلعب الفنانة داليدا خليل دور البطولة إلى جانب العديد من النجوم العرب بمسلسلها بيوت من ورق، حدثتنا عنه مسبقاً فحابين نعرف أكثر تفاصيل عن الدور، خلينا نعرف مع بعض. اختارني هو. أكيد يعني الجمعة كتير أساسية بهيدا العمل، والنجوم الموجودين من لبنان وسوريا هيك بتخلي الواحد يكون بحماس ويعطي الماكسيموم من عنده. هاي الدور منه هالقد معقد، دور لذيذ بيشبه كل الصبايا من هيدا الجيل، عندهم الهفوات تبعهم، عندهم مشاكلهم، طلعات ونزلات، بيقطعوا بصعوبات ومشاكل يعني إذا بدك صعوبتها للشخصية ببساطتها، ولو عندها هيدا الأبس اند داونز، بس قد بدها تحافظ على العفوية تبعها وعلى إنه تكون تشبه كل فتاة من مجتمعنا. سوزان نجم الدين، فادي إبراهيم، بيير داغر وكتار، فخورة كتير، وإن شاء الله يا رب ياخد حقه هيدا العمل يلي صرنا كتير زمان عم نصور فيه على أمل أنه نتوفق يحبوا العالم. هيك ناخد حقنا، يعني الحقنا بناخده معنوياً إذا الناس حبت، هيدا أهم شيء عنا، بس نحن نكون عم نشتغل أو نصور عمل. سألنا الفنانة داليدا خليل عن إمتى كانت آخر مرة حصلت فيها على جائزة تكريم، واستفسرنا أكثر عن سبب قلة تواجدها بالمهرجانات.
مش غلط اكيد، يعني التكريمات هن اذا بدك حافز لحتى الفنان ممثل او بغني يقدم يرجع اشياء احلى، يشتغل على حاله اكثر، بيخلي محبه الناس كمان تكبر، يعني بيكون عنده اذا بدك نوع من المصداقيه. تقلك ما بامن فيه، لا بالعكس بحب وبامن وبقول دائما لو بنقول نحن جايزتنا هي الجمهور ومحبه الناس، بس بالنهايه الفنان بيستحق انه هيك يتكرم قبل ما يموت، يعني نتكرم هلا احسن من بعدين. بس كمان بامن انه كل شيء بوقته. ما كان في عمل لإلي هالقد ضج بالعالم العربي لحتى اكون انا عم بتكرم، بالعكس تحيه لكل زميلي او زميله تكرموا بهيدا المهرجان يلي بعتبره كثير مهم ولاول مره عم بيصير بالوطن العربي وعم بيفتح على كل العالم العربي لحتى يصير في انتراكشن اكبر ونصير بمسلسلات عربيه اكثر. كل شيء بوقته. أصدرت الفنانة داليدا خليل مؤخراً شيك قوي، أغنيتها يلي حققت نجاح باهر، فحبينا نعرف منها هل هي عم بتحاول تغير مسارها الفني وتتجه نحو الغناء؟ ويا ترى شو رأي الجمهور بهالموضوع؟ هل تقبلوها أكثر كممثلة أم مغنية واستعراضية؟ خلينا نتابع مع بعض. الحمد لله، يعني القصص اللي هيك عم نزلها عم بتلاقي رواج، عم بتحبوها الناس، عندي هيك شعبية إذا بدك فان بيس كتير كبيرة كمان من وراهم، هيك بحس حالي أقوى ونشيطة ودايماً عندي قصص بدي أحضر لهم إياها لحد ما هيك يتوضح الموضوع أكتر إذا بدك. يعني بعدني بإطار أنه أنا ضمن التمثيل والغنى والرقص، يعني ضمن الاستعراض اللي بحلم فيه، اللي بحلم انه يكون فيه فوازير، اللي بحلم انه يكون فيه مسرحيه استعراضيه، بس هول كلهم بدهم برودكشن كبيره او نص جيد حتى واحد يعملهم. ما في، يعني ما بلاقي نيجاتيف كومنتس، ما بلاقي انه هيدا الشيء بتعرفه كثير كمان من السوشيال ميديا ثرو تويتر انستغرام يوتيوب، حتى ما بلاقي هالناس انه يعني عم تتفاعل هال سلبي بطريقه سلبيه انه لا ما تغني لا ما ترقصي. بالعكس انه انا حتى الاطار اللي حاطه حالي فيه مش عم بقنعهم اذا انا هالقد صوته حلو وانا واقفه على مسرح عم غني از سينجر. انا بنت يعني عم بجمع كل شيء بشيء واحد يلي هو رقص وغنى وهيك، ما بترك تمثيل، بس بيصير انه بدي اكيد نسق بين تمثيل وبين غناء، بس انه دائما بقول اولويه للتمثيل لانه ما عندي اكسبيرينسز يعني بالحفلات وعرفت بهيدا المحل، ما يعني بعد ما صار في قصص بحياتي خلتني انا اتاكد انه انا بدي اكون هون ولا بس بدي ركز على التمثيل. بدي اقول ثانك يو لكم، ثانك يو على محبتكم وعلى هيك متابعتكم لنا، وإن شاء الله دايماً كل عمل أنا بقوم فيه ينال أعجابكم، يعني السبورت بيعني لي كتير. Thank you.